على غير العادة اختلفت أولويات المستشارة الألمانية إنجيلا ميركل خلال زيارتها الأخيرة إلى موسكو، فتفاقم التوتر في ليبيا والتطورات في الشرق الأوسط تصدرا نقاشاتها مع بوتين في الكرملين. ميركل التي تحشد لمؤتمر برلين الهادف لإيجاد حل سلمي للأزمة الليبية ترى أن موسكو يمكنها أن تلعب دورا هاما في تسوية هذه الأزمة. بوتين والرئيس التركي عقدا لقاء مهما في اسطنبول ودعيا خلاله للعمل على وقف إطلاق النار في ليبيا. يمكن أن تكون هذه الخطوة أساسا لتسوية الأزمة بالتعاون مع روسيا العضو الدائم في مجلس الأمن. نعمل حاليا على عقد لقاء في برلين لأطراف النزاع الليبي تحت إشراف أممي. موسكو هي الأخرى تبارك المساعي الدبلوماسية الهادفة لرأب الصدع في ليبيا وإنهاء الاقتتال. بوتين جدد خلال لقائه مع ميركل تأييده لتفعيل الجهود الرامية إلى الوقف السريع لإطلاق النار في ليبيا وتعزيز العملية السلمية بين أطراف النزاع. من المهم أن نضع حدا للنزاع المسلح بين الجيش الوطني الليبي بقيادة المارشال حفتر وحكومة الوفاق الوطني عبر التوصل إلى وقف إطلاق النار واتخاذ إجراءات لإعادة تفعيل المسار السياسي الهادف لإنهاء الانقسام داخل البلاد والعمل على إنشاء مؤسسات الدولة. وعلى الرغم من دعوات موسكو وأنقرة إلى هدنة في ليبيا وتأكيد موسكو بأن الحل في ليبيا يجب أن يكون سلميا وبإشراك كافة أطياف المجتمع الليبي، إلا أن مراقبين يحذرون من مغبة التقارب الروسي التركي في الملف الليبي وإمكانية تكرير سيناريو سوري في ليبيا. مؤتمر برلين حول ليبيا يمكن أن يكون ناجحا إذا اجتمعت المواقف الدولية حول إنهاء الاقتتال وللعمل على ضرورة دعم المسار السياسي. الإرهاب كما هو معروف ليس تهديدا لإفريقيا فقط بل حتى لأوروبا، ولهذا يجب محاربته ووقف دعمه المالي. وتسعى المستشارة الألمانية إلى حشد موقف دولي يدعم مبادرة مؤتمر برلين لوضع الأطر اللازمة لعملية سياسية ليبية داخلية بوساطة الأمم المتحدة. زيارة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إلى موسكو تعكس المساعي الألمانية للحيلولة دون بلقنة ليبيا أو تحويلها إلى سوريا ثانية، مساع على الأقل تلقى ترحيبا روسيا. فهل ستنجح أنجيلا ميركل عبر مؤتمر برلين في إنهاء الانقسام الليبي أم أن التدخلات الأجنبية ستحول دون ذلك؟ يوسف بيجار، الغد، موسكو.